والصدق خلة خلة كريمة وصفة عظيمة وفريضة واجبة يجب أن تصاحب المسلم في كل أوقاته وجميع أحيينه وفي كل طاعاته وفي جميع معاملاته، فهو فرض دائم يصحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض السلف: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق مع الله. هذه فائدة ثمينة جدا، يعني الصدق فرض دائم، الصدق مع الله فرض دائم. ما معنى دائم؟ أي مطلوب من المرء في كل حال، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في كل أموره يكون ماضيا على الصدق مع الله جل وعلا. فهو فرض دائم، يعني مطلوب في الأقوال والأفعال والأحوال جميعها. نعم.